السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dear brothers and sisters, this is inshallah going to be our last session with Surah Yasin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. جزاكم الله خيرا. It was a pleasure to be with you for the entire whole month of Ramadan. May Allah accept from us all and make this a beginning for all of us to memorize and understand His holy book. Please remember me in your dua. Jazakumullahu khaira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.